الأكل بالصحن مش هو كل الغذاء. إذا اعتبرنا أنه الأكل بالصحن هو الغذاء الثانوي، رح نتعرف على الأكل العاطفي اللي هو الغذاء الأولي. بحياتنا اليومية في عنا الغذاء العاطفي اللي هو حياتنا العاطفية وعلاقاتنا الاجتماعية، العمل، حياتنا النفسية والرياضة. نصيحتي هي أنه نقدر نتوازن بحياتنا العاطفية مع علاقاتنا ونشوف شو هي العلاقة اللي عم تزعجنا بحياتنا. بالعمل نحقق أهدافنا وأحلامنا ونلاقي العمل اللي بنحبه أو نفتش على عمل بنحبه. رياضة، شوف شو هي العقبات اللي عم تمنعنا أن نكون عم نعمل تمارين رياضية كل يوم، ونلاقي وقت لحتى نقعد مع نفسنا ونطور نفسنا بالداخل.